يتساءل البعض عن مصدر وطبيعة هذه العجول الغريبة. الكل يظن أنها مستوردة، لكن الواقع يقول غير ذلك. إنها عجول محلية، والغرض من عرضها هو تشجيع فلاحي إقليم الفقيه بن صالح على تربيتها. هذا كيوزن طن و400 كيلو، هذا كيوزن طن و600 كيلو. فبغينا الفلاحة يتعودوا على التهجين الصناعي باش نحسنوا النسل اللحمي في المغرب. التهجين أو التلقيح الاصطناعي هو عقد برنامج بين وزارة الفلاحة وجمعية منتجي اللحوم الحمراء، بغية تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه المادة ولو نسبيا. فتيكون الكساب تياخذ واحد العجلة محلية أو مهجنة، المهم واحد البقرة، وتيتم التلقيح ديالها بتلقيح اصطناعي، وما كلهم سلالات يعني ممتازة، وتيعطيو بحال هذا النوع. هذا تبارك الله العجل تيمكن يزيد حتى الكيلو نص كيلو و700 في النهار مقارنة مع عجل محلي. نجاح التجربة ودعم الدولة لصغار الفلاحين كذلك جعل البعض يدخل هذه التجربة لتحسين الدخل. دابا كنخدم في البني وداير شي حاجة ديال البقر، بس نتعاون من هاد الجهة ومن هاك ومن هاك. وزات هاد الجمعية هادي عاونتنا بهاد التلقيح هذا مزيان. تنتج جهة تاد الأزيلة سنويا 250 مليون لتر من الحليب و42 ألف طن من اللحوم الحمراء، أي أنها تساهم ب 14% من إنتاج الحليب و11% من إنتاج اللحوم. الهدف اللي بغينا من التنظيم ديال هذا الملتقى هو الكسابة على الصعيد الوطني، واللي يعرفوا نوبة في العام راه كاين واحد السوق اللي كيتباع فيه العجلات، كيتباع فيه العجولة، يعني بالوراق ديالهم لا صحية ولا إنتاج الحيواني. إقليم الفقيه بن صالح بتنظيمه لهذا المعرض الدولي الأول لتربية المواشي يحاول تسويق وتثمين ثرواته الحيوانية، خاصة وأن جهة تاد الأزلال تعرف إطلاق مشاريع اقتصادية كبرى خاصة في القطاع الفلاحي.